من قريب او من بعيد بين فيس تو فيو بس، دي حاجه
ودي حاجة تانية خالص. واخدين بالكم؟ لو جالنا في الامتحان فيس تو بيوبس اللي هيكتب فيس هياخد زيرو. هتيجي ان شاء الله فيس تو بيوبس، هتيجي امتحان ان شاء الله. انا بقول لك من دلوقتي باذن الله. اوكي يا شباب؟ تمام. انا عايز الدكاتره بس ايه اسالكم سؤال مهم قوي. بص يا جماعه، ده دكاتره فيس تو بيوبس. بص يا جماعه، فيس تو بيوبس هو يا شباب، ده دكاتره فيس تو بيوبس هو يا دكاتره. اوكي، عايزك تقول لي بقى دكاتره الدايمتر بتاعت الدماغ نازله بعلي دايمتر في البلفس، عشان عايز اعرف هل هذا البيبي هيعدي ولا مش هيعدي. يعني عايزين كده يا دكاتره نشوف الدايمتر او فيتال هيد، تمام، وعلاقتها بالدايمتر اوف ذا بلفس. يلا يا شباب، عايز حد يقول لي بقى ايه؟ بص يا دكاتره، ايه المنظر ده اهو، المنظر ده اهو كده اهو. البايبرايتال دايمتر ده اللي هو كان بايبرايتال 9 ونص. تمام، نادر في انترسباينس كام؟ انترسباينس 10 ونص. يعدي ولا ما يعديش؟ يعدي. الدكاتره فيست فيو بسؤال يا شباب اللي هو بنسميه دايركت وستيريو، قلت لي بايبرايتال 9 ونص، نادر في انترسباينس 10 ونص، يعدي. طب يقول الدايمتر اللي بالطول بقى اسمه ايه ده؟ اكسبتو فرونتال كام؟ 11 ونص. مية مية. نادر في مين؟ مين فاكر بقى دكاتره لما كان بيبي ده بينزل يدي هيد للكوكسكس؟ وفي دايمتر ظهر جديد بقى من عند اللور بوردر اوف سيرفيسز لغايه السكرم، ده كان كام ده بقى؟ 13 سم. 11 ونص في 13، يعدي ولا ما يعديش؟ على فكره يا جماعه نظريا يعدي. يعني بصوا يا شباب، نظريا الدكاتره الفيس تو بيوبس يتولد نظريا، لكن واقعيا بقى يا شباب مش هتحسب لي فيه هنا سوفت تيشو. واخدين بالكم؟ ممكن رفله كبيره شويه، لان يعني بقول لك افريج، ممكن بين ضيق شويه. فواقعيا لقينا ان 50% بس اللي بيتولد، و 50% لازم اتدخل. يعني يا دكاتره خلي بالك، البيبي ده بيتولد اللي هو 90% ده بيتولد، اللي بالعرض هيبقى اوستراكتد، البرزيستنت اوكسيدتيف ستيريا يبقى اوستراكتد. 50% من الفيست بيوبس هيتولد، 50% مش هيتولدوا، وانا محتاج مساعده بقى، انا هساعدها بقى. يعني معنى كده سؤال اورال مهم قوي، مين يقول لي يا دكاتره كام في الميه من الاوكسيدتيف ستيريا هيتولد بدون اي انترفيرنس؟ كام؟ 93%. 3% و90%. يبقى يا دكاتره ده السؤال الاورال خطير جدا، كام في الميه من اوكسيدتيف ستيريور هيتولد ويزاوت انترفيرنس؟ هيكون 93%. ليه يا دكتور؟ الديب ترانسفيرس اريست ما اريست مش هيتولد، اللي بالورب ده مش هيتولد، نص الدايركت مش هيتولد، يعني 3% مش هيتولدوا، يعني 3 و3 6 و1 7 مش هيتولدوا ويحصلوا اوبستراكشن، في حين ان 93% هيتولدوا ذات انترفيرنس. بس خلي بالك بيبي ده دكاتره طالع من الفالفا كام في كام؟ 9 ونص في كام؟ 11 ونص. طب الفالفا اخرها كام؟ 10. يعني لما يطلع 11 ونص ده من 10 هينفع؟ هيفرتك الفالفا، يبقى لازم اعمل ايه وش؟ يبيز يقطمي. وده السؤال اللي جابه الدكتور حسن عواد في الترم الاولاني لما قال لك ايه الانديكيشنز اوف ابيزيوتومي. بصوا يا جماعه، اي حاجه مال في اللي جاي ده من النهارده واللي بعد كده الوحدات اللي جايه كلها، اي مال برزنتيشن او مال بوزيشن لازم اعمل ابيزيوتومي، ان هي الفالفا متصممه على اوكسيبتو انتيريور. معايا؟ لكن هنا انا كاتب 9 ونص في 11 ونص، دي هتفرتك المين؟ البرينيال سكين وتعمل برينيال تيرز. مش كده لازم اعمل ايه؟ ابيزيوتومي. لا لو اكسبت معايا ده هيعدي ده 11 ونص مش هيتولد، هيعوض الفالفا، لازم اعمل ايه؟ ايبيزيوتومي. لكن برضه اتفقنا قبل كده ان ايبيزيوتومي لا يعتبر انترفيرنس. فاكرين يا جماعه الديفينيشن اوف نورمال ليبر؟ ويزاوت اني انترفيرنس اكسبت ايبيزيوتومي ده الاو. فعشان كده مش يعني لما يقول لك ويزاوت انترفيرنس تقول 3 و90%. يقول لك يعني ما تعملش حاجه خالص؟ لا لازم اعمل ايه؟
هنا هعمل ابيزيوتومي يا دكتور. اشمعنى؟ عشان في عندك اكسيدو فرانت اللي هو 11 ونص اللي هو اطول من الفالفا ويعمل برنيال تروما، لازم اعمل ابيزيوتومي. اوكي، ايه المانجمنت؟ عبيط قوي المانجمنت. بصوا يا شباب المانجمنت ده يا شباب، بصوا المانجمنت اهو. اولا بس في نقطه مهمه عايز اقول لك عليها الاول قبل ما اقول المانجمنت، في نقطه مهمه اقول لكم عليها. ايه النقطه المهمه يا شباب بقى؟ اولا دكاتره خلي بالك ان هذه الفينيل، وده السؤال اللي جابه الاستاذ اللي جابه دكاتره الاستاذ الدكتور حسن عواد، خلي بالك بقى ان في المال برزنتيشنز والمال بوزيشن تيك كير اثناء الاي ار او ام artificial rupture of membranes، ده السؤال اللي جابه في الكيس عليه 25 درجه. ليه يا دكتور؟ عشان لما الانجيجمنت بعض الحاجات ما بيحصلش، عشان ده مال بوزيشن او مال برزنتيشن، فممكن يحصل كورد برولابس الهيد غاي، فعشان كده تيك كير ان هو ممكن يحصل رشح في البرينز كورد برولابس. استنى على الراس شويه، ده لما تعمل انجيجمنت واعمل لها ايه؟ اي ار ام. ما عملتش انجيجمنت قيصريه، شوالد هعمل قيصريه. اوكي، فتيك كير في الارتفيشال ممبرينز، لو الهيد نوت انجيجد يبقى اعمل قيصريه، لو انجيجد يبقى اعمل ايه؟ هتولد، يعني اعمل لها رفشه في الممبرينز. الحاجه الثانيه يا دكاتره هنتفق مع بعض ان اي ابنورمال ليبر زي ما خدنا كده ابنورمال ترايت اكشن، فاكرين يا جماعه؟ زي دكاتره ما خدنا في السي بي دي، زي ما ناخد المره الجايه البيتش، دلوقتي المره اللي بعديها الشولدر والكورد والحاجات دي كلها، هاخد دلوقتي فيس وبراو. اي ابنورمال ليبر ممنوع اوكسيتوسين، اي ابنورمال ليبر ممنوع اوكسيتوسين. هل يا دكاتره كنا بندي مثلا في الهايبرتونيك انرشيا ولا اوبستراكتد ليبر ولا بريسبتد ليبر ولا كونستريكشن رينج ولا سيرفيكال ديستوشيا بندي اوكسيتوسين؟ لا طبعا. طب السي بي دي؟ لا طبعا. وكل المال برزنتيشن كلها ما فيش اكستوسن. طب هنا قد اكستوسن لازم بقى، وده اللي ايه اكسبشن، وده سؤال في الدم ستادي جايد، يقول لك اكستوسن ممنوع في كل الحالات ما عدا. لا، هنا الاكستوسن لازم يتاخد، يعني ده مش اوبشن، ده ضروره. ليه يا دكتور؟ حد سالني من شويه يا دكتور هو ايه اللي يخلي الراس تلف؟ دي تراي كونتراكشنز، كده احنا الراس تلف، لازم في تراي كونتراكشن قويه، عشان دي الفكره الباور اللي هتخلي الهيد تلف. لو في كونتراكشن قويه خلي الراس تلف، واخدين بالكم؟ فان الاكسيتوسين ضروره مش اوبشن، واخدين بالكم؟ لازم ادي اوكسيتوسين. طيب ليه بقى الدكاتره بقى في ديليفري اوف ذا هيد؟ لو احنا عندنا دكاتره دي ترانزفيرس ارست زي الوضع ده كده، دي ترانزفيرس ارست او ريزيستنت اوكسيتيف ستيريو، شايفين يا جماعه؟ هنعمل ايه؟ هدخل ايديا كده جوه كده والفها بايديا، اسمها مانيال روتيشن. طبعا ده تحت تاثير بنج، طبعا هي مش هتحصل معايا، فانا اشيل ايديا لفتها بقت اوكسيبتا انتيريور اهو، اوكسيبتا انتيريور معايا، هركب فورسز واشدها. ممكن اعمل كده برضه، الاقي اديني اهو دي ترانزفيرس ارست، الف بايدي مانيال روتيشن، ممكن الف فورسز اسمه كيلاند. انا تروح اصعب بيحبه قوي، اسمه كيلاند يعني جاي من تو كيل، يعني بيموت. حد يعمل كيلاند فورسبس؟ لا طبعا. ممكن الف يا كادر بندوس، ليه؟ لما بشد الدماغ بتعدي على الليفيتور، فممكن تلف معايا. لو ما يتكسر دماغي كرينيوتوم، خلي بالك احنا ما بنعملش في بينو فينتر، ما بنعملش مانيوال روتيشن ولا بنعمل فورسبس ولا بنعمل بندوس ولا بنكسر دماغه، بنعمل ايه يا شباب؟ سيزاريان سيكشن. سؤال الاستاذ الدكتور حسن عوض، يقول لك منشن فايف ميثودز تو ديليفر ذا هيد ان ديب ترانزفيرس ارست ان بريزيستنت اوكسيدتيف ستيريو. عايز خمسه ميثودز، الف بايدي، الف فورسبس، بيدوس، كرينيوتوني، اتش دي الدماغ، تاخد كده زي كسرت البندق كده معايا دكاتره كده.
وهو داخل كده بصوت بطه كده كسر الدماغ طالع بيها. زمان تعملوا كده بس كده ما بقاش نعمله خالص مستحيل. اسمها ديستراكتيف اوبريشن. زمان لو جت عليه واحد بالعرض يدخلوا كده سن كده معاه مشرشر واخدين بالكم وينشروا البيبي دوت ينشروه. يدخلوا كتر مقص زي مقص الجنينه يقصوا البيبي يدخلوا كده حاجه جوه البيبي كده وينشروه من جوه ايفيسريشن يفضوه. ده زمان بقى يعني ده كان بقى شيء خلاص. طيب لو هو اللي كاتب بقى بص كده لو هو اوكسيدتيف ستيل دايركت اوكسيدتيف ستيل اعمل ايه؟ الاقي فورس ممكن الاقي فورس ان شاء الله الاقي ديوز ينفع اعمل قيصري. ايه الكومبليكيشنز بي سو اوكسيدتيف ستيل دي؟ انا فوجئت الدكاتره ما اعرفش ازاي والله انا راجع الكتاب بصراحه بس يعني فوجئت ان الاوكسيدتيف ستيل مكتوب عليه في كتاب الاسم ان هو مال بريزنتيشن. جماعة دي غلطة لا تختفر. أو حد يقول مال بريزنتيشن كده مال بوزيشن ان ويش ذا اوكسبت از بوستيريور الدينومينيتور اوكسبت البوزيشنز رايت وليفت الانسلس 20% 18% رايت 2% لفت. ليه عشان رايت في رايت وفي فاضي واسع الثاني لفت وليفت اكثر وابتضاي فاضي سيجمون. The most common cause of occipital posterior is abnormal belly configuration. And specific causes, kyphosis where anterior placenta. The fundal level higher, late, higher. Fundal grip, LFE breach. Umbilical grip, limbs on both sides. The baby grip has a bitemporal diameter, which gives a false impression that the head is small while the head recedes backward. اسمع near the anterior cervical spine. Examination anterior fontanelle anterior anterior fontanelle posterior tragus anterior helix posterior ultrasound confirmation malformation and any association. The mechanism of labor يعتمد على deflection ان ظهر البيبي داخل وظهر مامته وده مامته داخل في ظهر البيبي. حاجة تانية بايبرايتال مقفول عليها بس هذا كتولاي ان البايتبر مفتوح بتنزل. المينيمال ديفليكشن هيلف يبقى اوكسيت انتيريور. المايل بالعرض. المودريت على وضع. السيفير يلف لقدام فيس تو فيوز. الفيس تو فيوز نصه بس هيولد بس لازم يبقى زياده. النوتري اوبستراكتد مع الديب ترانسفيرس اريست والبرزستنت. علاجهم ايه؟ خمس حاجات. يلف بايدي يلف فورسبس يلف بنتوز يكسر دماغه يا اما سيزاريان. طب لو هو اوكسيت انتير ديليفر از نورمال هندي اوكسيتوسين. خلي بالك بالرابشر اوف ممبرينز الكومبليكيشنز بي سو ماترنال اند. اي سؤال؟ كلام تمام؟ انا قلت شو دي اوكسيتوسين؟ ده انا مش هدي صوت في اي حال الا الحاله دي حتى فيها اوكسيتوسين. ده مهم عشان دي اللي هتلف الدماغ بتعمل روتيشن. نعم؟ لا خالص. شباب عايزين بقى دكاتره بقى تكتبوا كده ورايا كده الفيس والبراو خلاص وتحطوها ستيكي نوت كده على الورق بتاعها بحيث ان انت مش هتذاكر الفيس والبراو الا من هذه الستيكي نوت بس. اوكي يا شباب مش عايز اتذاكر الكتاب خالص لا فيس ولا براو من ستيكي نوت. الفيس اخر مره جه 2010 اخر امتحان لاستاذ الدكتور ايهاب عبد الفتاح. Yeah.
فيس دكاترة يعني ممكن يكتبوا مع بعض كده فيس يكتبوا مع بعض اوكي هيكتبوا مع بعض الفيس وانت بقى ان شاء الله في البيت تمام تكتبوا كده ستيك نوت صغيره كده تمام وتنزلوا بقى شكل من التيك نوت دي بص يا شباب ده دكاترة فيس بص بقى ده دكاترة فيس وده شاب براور الفيس نازل بوشه البراو نازل بورد سؤال بقى دكاترة الفيس الديفينيشن بقى عارف بقى الكوميونيكيشن كده كده بيسو خلاص كده نكتب الفيس بتاع كده طيب بص يا شباب اول حاجه دكاترة الفيس عباره عن ايه بقى الفيس انت فيش او فيس اللي كانت عباره عن ايه بص يا جماعه الفيس عباره عن ايه يا شباب عباره عن الفيس مال مال ايه يا شباب مال برزنتيشن معلش مع ثانيه بص يا جماعه هو عبارة عن مال برزنتيشن مال برزنتيشن in which the fetal head is midway flexed ولا extended معايا كده ده عباره عن الداتا عباره عن مال برزنتيشن in which the fetal head is extended مين يقول يا كتر الدينومينيتور ايه هنا دينومينيتور ده عباره عن بص يا جماعه عباره عن مال برزنتيشن in which the fetal head is اكستند يلا يا جماعه يلا دكاتره انا قررنا خلاص جيت معايا قول معايا اشرب ماشي عايز حد يقول لدكاتره ما هي الدينومينيتور بتاعه الدينومينيتور بتاعه الفيس تشين او منتم الاثنين صح تشين حلو قوي البوزيشنز يا دكاتره ايه البوزيشن عندنا بص كده المنظر ده كده المنظر ده يا شباب مين يقول المنظر ده المنتم هنا فين ناحيه مين ورا طب هنا المنتم ناحيه فين قدام وينفع دكاتره كده ليفت ورايت وده ينفع هنا ايه ليفت ورايت يبقى انا عندي دكاتره بوزيشنز عندي انتيريور منتو انتيريور منتو بوستيريور الاثنين رايت اند ليفت اوكي يبقى هنا دكاتره عباره عن مال برزنتيشن هو حد يقول لي مال بوزيشن مال برزنتيشن ان ويتش ذا فيتال هيد از اكستندد عندي في منتو انتيريور ومنتو بوستيريور والاثنين فيهم رايت اند ليفت الانستنس كان بقى ده كده الانستنس الانستنس ده كده بيحب هو بقى يقول لي ايه ان البيبي بيورينا وشه مره في السنه يعني الانستنس 1 على 365 او ممكن تقول لي 1 في 200 ل 1 في 300 ماشي تمام انا كاتب عندي ايه في الكتاب ماشي كله صح 1 في 365 واحد في 200 واحد في 300 كله صح يعني اللي انت عايز تحفظه احفظه مفيش مشاكل ليه يا كاتب على الانتيوريش يا شباب الكود يا دكاتره عندي في برايمري فيس وعندي في سكندري فيس عندي في برايمري وسكند يعني ايه برايمري ربنا خلقه فيس من هو في البريجننسي فيس زي ايه كده يا شباب مين يقول لي يا دكاتره برايمري فيس مين يقول لي يا دكاتره مين البيبي اللي دماغه كلها عباره عن وش مفيش جزء ده كله هو عباره عن وش بس اسمها ان انكفل برافو عليكم بص يا دكاتره شفت يا دكاتره مسرحيه الله يرحمه محمد نجم اللي هو يقول لك شفيق يا راجل تمام يقول لك راسه عامل زي مين زي القتو زي القتو شبه الخيار القتو تمام
في ناس كده على فكرة، يعني في كده اللي هو اللطيف قوي ده اللي هو مسرح مصر كلهم لا هتلاقي النوع على فكرة فيها abnormality، هو دوريكو كيفري اللي هي الدماغ الطويلة دي يفضل قدوه كده شوية، دي بالكم دي اسمها دوريكو كيفري، ده اللي هي دماغ طويلة عشان ينزل الوش، ودي بالكم دماغ الطويلة دي دوريكو كيفري ينزل الوش. ممكن يتسع فيه جويتر، الجويتر فونجيتا الجويتر يبقى extended. في على فكرة swelling في النك وده جيت سؤال جراح، يبقى فيه الكاترة هايبوبليسيا أو ليمفاتكس في النك، يبقى فيه كده كيس في الرقبة كده اسمه سيستيك هايجروما، اسمه عنده تمام، ده يعمل لك ايه بقى سيستيك هايجروما ده؟ بص يعمل كده يعمل اكستنشن يخليه نازل فيس، نيك تيومر سيستيك هايجروما، اسبازم في قفاه، اسبازم ان ماسلز اوف باك اوف نك. بص يا شباب الكورد بقى لما يتلف على الرقبه، بص كده يتلف على الرقبه اهو، بيبي ده يتلف عليه كده، يتلف عليه كده، يتلف لوب 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 كده، يبقى بيبي عامل كده زي لابس ايه رقبه كده، لو في لوبس اوف كورد اراوند النك اللوبس دي بتخليه كده عامل كده، ما يعرفش يعمل فليكشن، لو في لوبس اوف كورد اراوند النك. كل الاسباب دي كلها ريه، قال الكفلي ريه، دول الكفلي ريه معايا، اللوبس اوف كورد ريه، الجويتر رير، هايجروما رير، هما ليه دول الموست كومن؟ الموست كومن ان هو ما كانش اصلا فيس اللي بسميها سكند فيس، وده بيحصل ديورنج ليبر ويتش از اكستنشن اوف اوكسيبيتو بوستيريور ويتش از مور كومن. ده سؤال للاذكياء فقط، هو يا شباب الاوكسيبيتو بوستيريور دوت لما يبقى فيس يا فيس منت وانتيريور ولا منت بوستيريور؟ يعني انا كده ابص كده البيبي ده اللي كان اكسيبيتو بوستيريور دوت خلاص لو كان منت بوستيريور ده يا شباب لما يقلب فيس كده يبقى منت كده منت بوستيريور قلب فيس اهو منت ايه يبقى مين مور كومن منت وانتيريور ولا منت بوستيريور؟ منت وانتيريور وش خلاص ده المور كومن خلاص سوبستيريو لما يقلب فيس اهو منتو بستيريو اوبسيد بستيريو اهو يقلب فيس كده يبقى منتو انتيريو ده المور كومن عن منتو بستيريو. يبقى يا شباب مره ثانيه دكاتره بصوا يا شباب الفيس عباره عن مان برزنتيشن ان ويتش ذا فيتال هيد از اكستندد دينومينيتور تشين في انتيريو في بستيريو رايت اند ليفت الاندلس اللي بيورينا وشه مره في السنه ايه الكوزس برايمري وسكندري البرايمري مال فورميشن غالبا which is rare like a secondary expansion of occipital posterior which is more common. طب نيجي بقى كده على الدياجنوست بقى، بص دياجنوست بقى يا شباب دياجنوست في الدياجنوست اكتبوا لي يا دكاتره في الدياجنوست اكتبوا لي يا دكاتره as occipital posterior مع فرقين فرق abdominal وفرق فاجينا يعني هتقول لي برضه فلات ابدومين ما هو الاكسيبتو بوستيريور فهو زي الاكسيبتو بوستيريور بالظبط مع فرقين بس فرق ابدومينال وفرق فاجينا ايه الفرق الابدومينال بقى يا دكاتره بص معايا كده فرق ابدومينال كده ده فرق الابدومينال بقى اهو بص يا جماعه ده فرق الابدومينال بقى ايه الفرق الابدومينال هنلاقي ان الاوكسيبوت از هاير ذان سنسيبوت بتحسب بيه بالابدومينال الاوكسفورد فوق والسنس والتحت اوكسفورد كبيره دي عليها فوق السنس الصغيره دي عليها تحت لان هو ده نازل بالفيس اهو نازل بوشه يبقى الاوكسفورد اعلى من السنس الفرق الثاني بي في لما احس بي في بقى يا شباب لما احس بي في بقى احس بي في نلاقي ايه يا شباب بي في اهو بي في اهو احس هنا ايه اورد احس عليه
اكس مناخير ده غير مين اكستوستير كنت بحس اكستوستيريور انتيريو فونتانيل اكستوستيريو فونتانيل ريجر ايه ده انا احس الدكاتره اورتو احس عينيه احس مناخيره احس شفايفه احس اسنانه تمام تقولش ده مورم يا دكتور لا الواد ده مش ابني لا يا دكتور بص ابو حلو انا حلو ازاي مش ابني يا دكتور الواد دوت المهم ما تلاقيش هيتغير مش ابوه راح ايه متغير باذن الله غريب اه والله والله كان بيقولوا تبدل بدل الواد بينزل حته مورمه اللي من كتر الورم اللي في وشه ممكن يفتكروه بريتش بطبه بطبه خرم مين يقول لي ده كده بقى هذه القصة اللي في الكيس كلمة عربي اسمها thumbs tumefaction of face thumbs معلم الكيس tumefaction of face فاكين tumefaction اللي هو من كتر الإديمة يبقى شكله عزي البريتش زي البطن تفحص انت عارف ده بطن ولا ده فيس هفرق ازاي بقى المرة جابت نفرق ازاي بين الفيس حصل فيه tumefaction وبين البطن تمام يا مرة تانية لك diagnosis as face تمام مع فرقين فرق ابدومنال مين فرق ابدومنال ايه يا شباب اوكسيبيت هاير ذان سنس وفرق بشاينر بحس ايه وش مش بولت بحس وش مش بولت اوكي دي بقى الميكانيزم اوف ليبر بقى ايوه لو في اوبستراكشن لو في اوبستراكشن او هو حتى مع الولاده نفس الكلام في كده برضه مش لازم ايه لا دي فاش دي سبيرت دي ده بيجي بس هو اي بس هي مش بتجمع ده لازم عشان بسيطه بص يا دكاتره بقى الميكانيزم يا شباب اكتب معايا الميكانيزم يا دكاتره اكتب معايا الله يخليك المنتو انتيريور اكتب لي كده زي الاوكسيبتو انتيريور لكن بالعكس المنتو بوستيريور زي اللي بستو بستيريور بالصفت يعني يا شباب الميكانيزم اوف ليبر المنتو انتيريور زي اوكسيبتو انتيريور ولكن بالعكس المنتو بستيريور زي الاوكسيبتو بستيريور بالصفت يعني ايه دوت بص معي بقى بص عشان الميكانيزم اوف ليبر بص الوضع ده انت كاتبه بيبي دوت هو اوكسيبت انتيريور ده اوكسيبت انتيريور يعني اوكسيبت قدام بيبي ده بيجي يتولد يتولد ازاي يعمل يعني حركه برقبته عشان يتولد اكستنشن حتى عندها اعتراض تمام فبيبي ده كاتبه منتو انتيريور يعمل ايه برقبته علشان يتولد بس كده يبقى هو ده كاتبه هيتولد ده اكستنشن انتيريور ولكن بالعكس يعني هي الروتيشن بتسند وجيتشف وروتيشن وكل حاجة فإذا طلعته من الفالفا بالإكستنشن لو طلعته من الفالفا باي فليكشن نيجي لغاية بقى للأوكسيبتو بوستيريور بقى المنتو بوستيريور بص يا جماعة المنتو بوستيريور مش عايز أي تفاصيل الكلام ده بالدواء مفيش تفاصيل خالص أنا ممكن أقول لك تفاصيل أخرى بس مش عايز أوجع دماغك مش محتاجها ولا حد يعرفه في المستشفى أصلا المنتو بوستيريور ده ممكن يلف 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 ويلف يبقى منتو ايه؟ انتيريور ممكن الدكاتره يقف بالعرض اسمها ديب ترانسفيرس ارست يقف على وضعه بريزيستنت منتو بوستيريور ممكن يعمل حركه دي بقى بص الحركه دي يلف فين بقى؟ لورا المنتو بيلف لورا يبقى اسمها ايه بقى؟ دايركت منتو بوستيريور عشان لو قلنا المنتو بوستيريور ده بيحصل ايه يا دكاتره؟ يا اما يبقى منتو انتيريور يما بديل ترانسفيرس ارست يما بيرزيستنت على وضع منتو بوستيريور يما اسمه دايركت منتو بوستيريور زي اوكسيبتو بوستيريور بالظبط
طب ايه الفرق يا دكتور بقى؟ بص الفرق ده، الفرق ده لذيذ قوي. بص الفرق ده بقى، ده مين؟ ده دايركت منتو بوستيريور. الفرق ان ده اسهل ليه يا دكتور؟ يعني كان الدايركت منتو اوكسيتو بوستيريور ده كان بيولد كام في المية؟ 50. دايركت بوستيريور كان بيولد 50%. ده ما بيولدش قيصرية وش. ليه يا دكتور بقى؟ بص عشان هنا في دايمتر ظهر جديد علينا بقى خالص. الدايمتر اهو اسمه ثراكو بريجماتيك او اسمه ستيرنو بريجماتيك. كام؟ 21 سنتي. ينفع عادي من البلبس ده؟ لا مستحيل. بص انا كده البيبي ده كده لما حصل فيه اكستنشن كده اهو، فين الدايمتر يا دكتور بقى؟ هو ده الدايمتر ده الجديد ده بقى. عايز يعدي كده، يعدي بصدره. اسمه ثراكو بريجماتيك. ثراكو بريجماتيك ده لا يمكن يعدي من الهيد بقى والسد حاجة واحدة، لا يمكن يعدي من البلبل. الحاجة التانية كمان هو منتو بوستيريور ده عايز الدكاترة يطلع من البلبل قدامه، يعني عايز يعمل هنا extension of an already fully extended neck. يعني ده الدكاترة بص ياخده على الآخر، عايز يعمل كمان extension كمان عشان يطلع من ايه؟ من البلبل. وده مستحيل. ده هو obstructed مش هيولد. يبقى تاني ايه الميكانيزم يا شباب؟ سهل قوي. الميكانيزم في ليبر يا دكاتره، لو منتو انتيريور يطلع من الفالفا ب بالايه؟ فليكشن عكس اوكسيمتو انتيريور. لو منتو بوستيريور زي اكتو بوستيريور يقلب منتو انتيريور دي ترانسفيرس ارست على وضع دايركت منتو بوستيريور، بس ده مش هيتولد بقى خالص. يعني في دايركت اسمه تراكو بريجماتيك 21 سم عايز يعمل extension of an already fully extended neck مش هيتولد وهيبقى obstructed كده كده. مش هينزل بقى خلاص. مش هينزل هيتولد ازاي؟ هيخش بيلف ازاي اصلا؟ ده انا بفتح عليه طيب. دي يا كاتب على المانجمنت. ايه المانجمنت يا شباب؟ بص يا جماعه المانجمنت ده بالاسم كاتب كلام لطيف قوي اللي كاتبه لك. المنتو انتيريور يا شباب، منتو انتيريور فاجينال ديليفري، منتو بوستيريور قيصريه. دونت ويت فور روتيشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يا جماعه منتو انتيريور هنولده فاجينال ديليفري سيبه يولد، منتو بوستيريور قيصريه وش. حتى ما تستناش يقلب منتو انتيريور قيصريه عربي. طب يا دكتور منتو انتيريور ده يا دكتور بيبقى صعب الولاده؟ اه صعب. منتو انتيريور صعب الولاده فعلا. طب لو هو ما ولدش كده استناش نعمل ايه؟ هنركب فورسز. ماشي ركب فورسز. يعني البيبي ده مش عايز تولد. بص يا جماعه منتو انتيريور ده، منتو انتيريور ده دكاتره في منتو انتيريور اهو مركب فورس يا جماعه، اشد عليه فورس معايا. ممكن اكسر دماغه، اعمل كرنيوتومي، ممكن اعمله قيصريه، بس ممنوع تعمله ايه؟ يقول لك تعورت الوش ده فلاش معلش، واللي كتب بنت عمه ما يجيبش منها خضار. معايا دكاترة؟ فخلي بالكوا يا شباب، خلي بالكوا يا دكاترة، انت ممنوع منع البدن البنتوز على الوش. ليه؟ هتشد عينه. اه والله العظيم هتشد عينه. اوعى بنتوز على الفيس، ممنوع منع البدن. كوميونيكيشن هي بيسو. مش اي بيجي ده مش معملش كده. تاني يا شباب، تاني يا دكاتره، الديفينيشن اوف فيس مان برزنتيشن. كلام الكلام ده كله يا جماعه ما تاخدوش بتتكي نوت، اوعى تنسى بقى عشان خاطر حاجه صغيره كده. تاني يا دكاتره، الفيس ده عباره عن مان برزنتيشن ان ويتش ذات از اكستندد دينومينيتور التشن البوزيشن رايت اند ليفت انتير اند بوستيريور الاندنس. قلنا وش مره في السنه الكوز برايمري مال فورميشنز سكندري اكستنشن اوف اوكسيبتو بوستيريور ال دايجنوستس اس اوف سيبتو بوستيريور بس الاوكسو هاير ذان سنسيبل
البي ده لاقي فيس. طب نيجي بعد كده كده على الميكانيزم. الميكانيزم بنتو انتيريور زي كسبت انتيريور بس بالعكس يطلع لايك فليكش. بنتو بوستيريور زي كسبت بوستيريور. ايه العلاج يا شباب؟ بنتو انتيريور جون ديليفري فيس لو فيس كارنيوتومي سيزيريان نو بنتوس. لو لقيت بنتو بوستيريور قيصريه دونت ويت فور روتيشن. خش على اخر حاجه بقى عندنا اللي هي البراو. البراو يا كابتن مع بعض البراو بقى ده البراو يا شباب. البراو يا كابتن البراو الديفينيشن ادين امان برزنتيشن ان ويتش ذا فيتال هات is the brave shabab male presentation in which the fetal head is midway مش flexed ولا extended midway. يبقى ده عباره عن male presentation in which the head is midway. ده انا جات سؤال مين يا جدع denominator مين؟ frontal wall فيها anterior posterior right and left. يعني ايه دكتور؟ بصوا يا جماعه بصوا يا شباب ادي دكاتره هنا دكاتره البراو ده البراو خلاص البراو يا دكاتره هنا ده اسمه ايه دوت؟ anterior and the to the right right front to anterior. طب هو كده left front to anterior. طب لو كده left front to posterior. طب لو كده right front to posterior. يبقى في right و left قدام و ورا. ال instance بتاعت البراو اكتب معايا بقى. بص يا دكاتره اكتب معايا ال instance عشر الفيس يعني كام؟ واحد على 2000 واحد على 3000. الكوزس اكتب معايا as face. يبقى عندي في برايمري براو وسكندري براو. برايمري براو ايه الاسباب؟ يعني الكفن دولكو كفن نيك تيومر لوكس اوف كورد اراوند النيك. الموست كومن ايه يا دكاتره؟ سكندري براو اكستنشن اوف اوكستر سيلي. Diagnosis as face مع فرق وحيد. ايه الفرق الوحيد؟ بصوا يا شباب دي دكاتره فيس وده يا شباب براو. لما دخل ايدي بي في الاقي بي في فرونتال بون عين مناخير بق تشن تشن بق مناخير عين فرونتال بون. لما انا دخل الاقي هنا انا كاتب فرونتال بون عين بالعافيه التشين فيري فار بعيده عني جدا جدا جدا. الفرق الوحيد بين البراو والفيس يو كانت فيل ذا تشين في البراو بس. يبقى تاني يا شباب الفرق الوحيد يو كانت فيل ذا تشين نو تشين. طالما مفيش تشين ده براو بعيد عليا جدا. الميكانيزم نو ميكانيزم. ليه لقيت نو ميكانيزم ليه يا شباب؟ بص الدايمتر اللي بينزل بيه البيبي الدايمتر اهو ده الدايمتر اللي بينزل بيه البيبي اسمه مينتو فيرتيكال. كم سم ده يا شباب؟ 14 which is اكبر من اكبر دايمتر في البيبس مش عارف الا بقى لو ايه؟ لو صلح نفسه. يعني هو براو ده كور على الخط ميد واي ممكن يعمل ايه او ايه ويتولد؟ الاكستنشن الاكستنشن يبقى فيس ويتولد ساعتها لكن كبراو مش هيتولد. ايه الميكانيزم يا دكاتره؟ سوري ايه المانجمنت؟ سيفيريان سكشن. ايه الكومبليكيشنز؟ فيس بس كده. يبقى تاني يا شباب البراو بديت امان برزنتيشن ان ويتش the fetal head is midway.
الانستنس عشر الفيس الكودس از فيس دياجنوزس از فيس شباب هي بس صوت بس يا جماعه الله يخليك الدياجنوزس از فيس بس يو كانت فيس ذا تشيل ميكانيزم كبراب نو ميكانيزم فاندمنتو فيرتيكال 14 سم الا لو عمل فريشنال اكستنشن المانجمنت قيصري كومبليتيشن بيس معدل الاسبوع الجاي ان شاء الله مع الريتش بريزنتيشن باذن الله.